بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم على الجزء الثاني من التكنيك اللي هو خاص بالتراساوند. احنا في الجزء الاولاني من المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على الحاجات الامجنج تكنيكس بتاع الجول بلادر، اتكلمنا على البلين فيلم واتكلمنا على الاورال كولسيستوجرام. المرة دي هنتكلم على الالتراساوند اللي هو الموست كومن امجنج تكنيك في الجول بلادر، واهم حاجة على الإطلاق في موضوع الجول بلادر إيمجينج. هو ليه الألترا ساوند واخد المكانة الكويسة جدا دي، إنه هو الحاجة الأساسية في فحص الجول بلادر؟ أول حاجة لأنه ريال تايم، يعني أنت تقدر تغير البوزيشن بتاع العيان وأنت بتفحصه، النفس بتاع العيان والحركة بتاعته ملهاش تأثير على الفحص اللي أنت بتعمله. تاني حاجة، الحاجة اللي هي الموست كومن باثولوجي اللي احنا بنشوفها في الجول بلادر اللي هي الجول بلادر ستونز، الالترا ساوند يشوفها كويس قوي، لان هو هيقدر يشوف كل انواع الستونز، خصوصا ان احنا عندنا 90% من الستونز بتاع الجول بلادر ريديولوسنت، وبالتالي مش هتبان في حاجة تانية. تاني حاجة، هو في حالات الاكيوت كولسيستايتس احنا بنشوف بيبقى فيه الميرفي ساين اللي احنا بنشوفها في الالترا ساوند، دي ما نقدرش نشوفها في اي ايمجينج موداليتي تانية، لان احنا دي حاجة احنا بنحسها لما احنا بنحط البروب على مكان الجول بلادر ونلاقي فيه تندرنس. ولو ان طبعا فيه يعني ملاحظات كتيرة جدا او تحفظ كبير جدا على الموضوع ده، ان هو ما هوش من الحاجات الدياجنوستيك فيتشرز بتاع الاكيو كورتوستايتس، لان هي ممكن يبقى فيها كولسيستايتس وما فيش بوزيتيف ميرفي ساين، وهنقول الكلام ده لما نيجي نتكلم عن حاجات الباثولوجي. تاني حاجة، الالترا ساوند بتبين بقى بقية الحاجات بتاع الجول بلادر، واللي هي مثلا فيه ماسس، فيه كومبليكيشنز الستونز وغيره، وطبعا تقدر تعمل اسيسمنت للبوست اوبراتيف جول بلادر. بس أهم من الحاجات دي، يعني بالإضافة للحاجة الأساسية إن هو ريال تايم، الحاجة التانية اللي تعتبر رقم اتنين إن هو ليه البيزك أدفانتجز بتاع الألترا ساوند العادية اللي احنا عارفينها، إن مفيش فيه راديشن، إن هو حاجة أفيلابل في أي مكان، إن هو بيت سايت، أنت تقدر تاخد الجهاز الألترا ساوند توديه في الطوارئ، تقدر توديه في الآي سي يو، الكلام ده ما تقدرش تعمله في الأذر إيمجينج موداليتيز. وآخر حاجة إن هو يعني الليرنينج بتاعه بسيط، ما هوش فيه مشكلة زي بقية الفحوصات. الألترا ساوند ليه شوية ليميتيشنز. أول حاجة إن هو بيعتمد على شطارة الدكتور اللي بيشتغل، وإحنا طبعا بنشوف مشاكل كتيرة جدا جدا في التشخيص، خاصة بالحاجات اللي هي ملهاش علاقة بالخبرة بتاع الدكتور اللي شغال، أو عدم المعرفة بتاعته، أو عدم إلمامه بالمشاكل اللي ممكن تحصل نتيجة التكنيك اللي بيعمله. تاني حاجة، الألترا ساوند نفسه ليه شوية ليميتيشنز في حالات الكومبليكيشنز بتاع الستونز، في حالات لو عمل كولسيستايتس وبقت جانجرينس، لو هي الجول بلادر بقت بيرفوريتد، يعني كل الحاجات دي سي تي سوبيرور فيها عن الالترا ساوند والام ار. طبعا حالات اللي احنا اتكلمنا عليها في البرين اكس راي، اللي هو الجول بلادر الالترا ساوند ما بيقدرش يشوف حاجات معينه اللي هي فيها الكالسيفيكيشنز واللي فيها الجاز، الانفيزيمتاس كولسيستايتس، البورسلين جول بلادر، الأذر إيمجينج مور سوبيرور عن الألترا ساوند في حاجات لو في سمول جول بلادر كارسينومز وغيره. الحاجة الأخيرة، إن ساعات يبقى فيه جول بلادر ديزيز وأسوشيتد مع بيلياري أوبستراكشن، وساعات ما نقدرش نشوف سبب البيلياري أوبستراكشن إيه بالألترا ساوند، يعني مثلا ستون صغيرة امباكتد في الديستال بارت بتاع الكومن بايل داكت، ممكن تبقى ميزت معانا في الالترا ساوند ما نقدرش نشوفها، لكن نشوفها بالاذر ايمجينج تكنيك. المين انديكيشنز بتاع الالترا ساوند، العينين بتوع الديسبيبسيا، الابر ابدومينال بين، الجوندس، البوست اوبراتيف. بس احنا ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا بالنسبة للانديكيشنز،
كل العيانين اللي هم جايين يعملوا ابدومينال الترا ساوند بسبب ما لهوش علاقه بالجول بلادر، لازم افحص الجول بلادر كويس جدا جدا جدا، لان انا بمنتهى البساطه ممكن اشوف يعني مشاكل في الجول بلادر ما لهاش علاقه بالسيمتومز بتاع العيان. تاني حاجه، ممكن العيان يكون جاي عشان حاجه معينه، يعني يفحص مثلا ان الدكتور بتاعه شاكك ان فيه هيرنيا او غيره، وانا الاقي فيه جول بلادر باثولوجي، فلما انا الاقي يعني الاقي ستونز، الاقي ماس، الاقي اي حاجه، فلما بلاقي حاجه زي كده وبقولها مع الهيرنيا مثلا الدكتور عايز يشوفها، دي ممكن تغير المانجمنت بتاع العيان بالنسبه للديسيجن بتاع هنتكلم هو احنا بنعمل ايه قبل ما نفحص العيان، يعني احنا بنحضره ازاي. العيان يبقى فاستنج لمدة 6 ساعات تقريبا عشان نعمل بروبر ديستنشن للكور بلادر عشان نقدر نشوف الديتيلز بتاعتها، يعني الوول يبقى مفروض كويس كده زي ما احنا شايفينه في الصورة دي، نقدر نشوفه كويس قوي، اليومن تبقى ديستندد بتاع الكور بلادر، نقدر نشوف ايه الحاجات الموجودة فيها زي الستونز الموجودة في الصورة اللي قدامنا دي. طبعا لو هي كونتراكتد هنشوف اللي هو التريبل لاير اللي احنا اتكلمنا عليها في الاناتومي قبل كده، ودي طبعا هتخفي تفاصيل موجودة في الجول بلادر وول. طيب ده ياخدنا لسؤال، لو احنا بنفحص الجول بلادر، لو احنا بنفحص الابدومين ولقينا فيه مشكلة في الجول بلادر زي الستونز دي والجول بلادر كونتراكتد عشان العيان ما هوش صايم، طيب هنعمل ايه؟ هل نعيد الفحص بتاع الجول بلادر بعد ما العين يبقى فاستنج؟ ايوه نعمل كده. عشان ايه؟ عشان الجول بلادر وهي كونتراكتد بهذا الشكل ممكن يبقى فيه حاجات معينة فيها ما تظهرش، يعني سمول ستونز مثلا، او لو انا عندي هنا بوليب في الوول بتاع الجول بلادر وعندي سمول ستون ممكن ما اشوف الشيل ستون. تاني حاجة، السكننج بتاع الجول بلادر نتيجة الكونتراكشن ده، ده انا مش عارف هل هي كده فعلا ولا هو الجول بلادر نورمالي الغول بتاعه كويس بس هي سكند عشان انه هي انه هو مش صايم، وانا عارف كويس قوي ان الجول بلادر غول يعني يعتبر اهم حاجة انا بعلق عليها في الريبورت بتاع الالترا ساوند. ليه؟ عشان لو العيان ده هيعمل عملية بعد كده دي حاجة مهمة جدا بتهم الجراح، لان الماركت سيكلينج بتاع الجول بلادر ده معناه يعني ممكن يكون نتيجة البريفيوس اتاكس بتاع الكورسستايتس، وبالتالي السيكنينج بتاع الجول بلادر وول ده هيبقى انديكيتور ان فيه ادهيجنز موجودة، وبالتالي دي تصعب العملية اللي هو هيعملها، فيبقى برضه هو واخد باله من قبل ما يعمل العملية. تاني حاجة، في الحالات اللاب كورسستيكتومي احنا شايفين زي ما احنا شايفين كده هو بيشد على الوول بتاع الجول بلادر، ودي طبعا المكان اللي هو بيمسك الحته بتاعت السيستيك داكت والسيستيك ارتري اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، الحته بتاع الكالوس ترانجل اللي اتكلمنا عليها قبل كده في الاناتومي اهي، خلاص وهو بيمسك على الوول بتاع الجول بلادر هنا، لو لازم يبقى عارف تفاصيل الحاجه اللي هو بيشد عليها دي عشان ما يشدش على حاجه فيها مشكله يقوم يبرفوريت الوول ده ويعمل مشكلة أثناء الفحص، يحصل بيلياري بروتونيتس، ولو في ستونز ولا حاجة تبقى تخرج بره تعمل مشكلة، فلازم يبقى عنده فكرة كاملة بالوول ده في إيه، هل هو فرايبل، هل هو نورمال، السكنس بتاعه قد إيه، دي حاجة مهمة جدا بالنسبة للجراح. طيب لو العيان ما هوش صايم وهو جاي الجول بلادر شفناها كونتراكتد بالمنظر ده بس انا مش شايف فيها حاجة، يعني هل ده كافي ولا اجيب العيان برضو تاني اعمل له ري اكزامينيشن وهو فاستنج؟ في حالات معينة ما فيش داعي ان انا اجيب العيان تاني ما دام انا شفت الجول بلادر كونتراكتد وما فيش فيها حاجة. في الاطفال الصغيرين ما فيش داعي ان انا اعمل الحكاية دي ان انا اجيبه تاني، لان هو الفاستنج بالنسبة له حاجة ديفكالت. تاني حاجة، اللو انسيدنس الجول بلادر ديزيز في الاطفال الصغيرين ما عدا الاطفال الصغيرين اللي عندهم هيموليتيك انيميا، دي دول بيبقوا مور لايبل تو ديفلوب جول بلادر ستونز،
طيب حالات الامرجنسي، واحد جايب رينال كوليك او كده وانا لقيت الجول بلادر كونتراكتد وما هوش صايم، مش هجيبه عشان افحص الجول بلادر تاني. طيب حالات التروما نفس الحكايه، عيانين الاي سي يو، او لو انا لقيت دايجنوزس معين ملهوش علاقه بالجول بلادر، خلاص انا سيمبلي هكتب في الريبورت بتاعي ان الجول بلادر is contracted with second wall due to non-fasting state of the patient. هكتبها كده في الريبورت وخلاص، وما اعملش هايلايت عليها تاني، وما اطلبش ان الفحص يتعمل تاني بعد ما الجول بلادر تبقى طيب. قبل ما افحص العيان في حاجات معينه لازم اخد بالي منها قوي، في كلينيكال داتا وفي حاجات لاب ريزلتس لازم هسال عليها، وفي لازم ابص على البريفيوس ايمجينج، الحاجات اللي هو عامل فحص قبل كده ولا لا، وهنقول اهميه كل حاجه فيهم. في الاول خالص لازم وانت تشتغل في الالترا ساوند كقاعده لازم تبقى كوبراتيف مع العيان، ولازم تساله ولازم تكلمه، كلامك مع العيان هو اللي هيخليك تشخص المشكله، العيان هو هيقول لك على التشخيص. يعني لو بتكلم العيان هتوصل لاكثر من 50% من التشخيص. لو انت محتار في حاجة اتناقش مع العيان، ممكن هو يقول لك كلمة انت تساعدك في التشخيص اللي انت محتار فيه او ما انتش قادر توصل. فدي حاجة مهمة جدا بالنسبة لفحص السونار عموما وبالنسبة لفحص الجول بلادر خاصة. يعني الاول دور على العيان ده فيه جوندس ولا لا، يعني في السكين بتاعه في الاي او كده. تاني حاجة اسأله على العمليات، عمل عمليات قبل كده ولا لا، يعني دي حاجة مهمة جدا. بمنتهى البساطة العين ممكن يكون شايل المرارة وانت عمال بتدور عليها عشان انت مش قادر تضيع دقيقتين من وقتك ان انت تسأله عمل عملية ولا لا، وبتشوف مثلا حتة من الديدينم او اي جزء من الباول وتقول ده دي الجول بلادر، وتكتب الريبورت بتاعك ان الجول بلادر كويسة، وطبعا بتعمل مشكلة كبيرة جدا. تاني حاجة المكان بتاع الأمبيريكس ده مهم جدا ان احنا نبص عليه كلينيكالي، لان ده مكان اللي هو بيجي يعمل لاب كولسيستيكتومي بيدخل منه اللي هو اللابروسكوب. فلو في مشكلة هنا، لو في هيرنيا او اي حاجة هنا، لازم اركز على الحتة دي وانا بعمل الالترا ساوند واقول فيها ايه. دي حاجة مهمة جدا. طيب الحاجة اللي بعد كده هسأل هو عنده ميجور ديزيز ولا لا، يعني هو مثلا كاردياك بيشنس ولا لا، لأن دي مثلا ممكن ألاقي ديما في الجول بلادر وول ويكون نتيجة كونجستيف هارت فيلير وأنا مش عارف دي سببها إيه، فمعرفت بالمعلومة دي تفسر الحاجة اللي أنا بشوفها في الألترا ساوند. الحاجة اللي بعد كده اللي لها علاقة باللاب ريزلتس، ابقى اوير قوي بالحاجات النورمال فاليوز بتاع اللي ليها علاقه بالجول بلادر، خصوصا بالروبن سيرم اميليز الليفر فانكشن تيست زي ما احنا شايفين كده، عشان الحاجات دي ساعات انت بتبقى محتار في تشخيص معين او كده، وشايف فيه مثلا فيتشرز بتاع بيليري ابستراكشن وحاجه بوردر لاين، لما تلاقي البلوروبين عالي وتلاقي حاجات لاب بتؤكد الكلام ده، خلاص انت بتكتب الدياجنوز بتاعك وانت مطمن. حالات الاكيوت هيباتايتس مثلا وانت ده جزء منه كتير قوي لاب، انت شايف سيكننج في الوقديمة في الجول بلادر وول وما انتش عارف دي نتيجة اكيوت هيباتايتس ولا لا، او الصورة ما هيش كلير او بالنسبة لك. لما بيبقى انت عندك كلينيكال جونس ويبقى عندك حاجات في اللاب الليفر فانكشن تيست عاليه البلوروبين عالي، فانت بيخليك تحط البوسيبيليتي بتاع الاكيوت هيباتايتس وانت مطمن. يعني الحاجه الثانيه ان انت لازم تبقى عارف ان الحاجات بتاع اللاب ريزلتس دي ليها علاقه بالايدج بتاع العيانين، يعني مثلا هنا النيو بورنز الكريتيكال فاليو بتاعته بتاع البلوروبين اكتر من 15 مللي جرام بير ديسي لتر، في الادلتس لغايه اكتر من 12 مللي جرام بير ديسي لتر، نبقى احنا عارفين برضو الكلام ده. مثلا ليفر فانكشن تيست اهو، احنا برضو نبقى وير بالحاجات دي، ممكن تبقى عاليه مثلا في حالات الاكيوت هيباتايتس، ممكن يعني تبقى كلو بالنسبه لنا للحاجات اللي بنشوفها في الالترا ساوند. يعني هنكتفي بالجزء ده ونكمل بقى التكنيك احنا بنعمل ايه في الالترا ساوند في الجزء الثاني من المحاضره ان شاء الله. سلام عليكم.